طيب في حين ان في شقق من الايجار القديم بتتاجر ب 5 جنيه وب 10 جنيه وب 20 جنيه، انه في القانون الجديد بيوصل ل 10,000 جنيه و 7,000 جنيه ويمكن اكتر كمان بكتير. طيب نيجي نتكلم عن الاسكان الاجتماعي. الاسكان الاجتماعي والله يا جماعه في منه بيوصل ل 180,000، ده اللي هو لمحدودي الدخل، لحد 200,000 او 250 كمان. والاسكان الاجتماعي العادي بقى زيه الكومباوند، بتتكلم في ان المتر ب 6,000 جنيه. طب انت كده ايه الاضافه اللي انت اديتها لي؟ ما انا لو رحت اي كومباوند هيبقى المتر ب 6,000. طب انت ايه اللي عندك زياده اديتهولي؟ هنتكلم في كل ده. برحب بضيوفي سياده النائب محمد اسماعيل امين لجنه الاسكان. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم. عندنا الاسكان كل الردود يا فندم، عندنا الاسكان. موجودين جاهزين لكل حاجه يعني كده. هو الاعلام بس يا رب يا رب. الاعلام لما بيصور منطقه عشوائيه ويجيب موسيقى تصويريه كده ان الناس عايشه في دهب، لو حصل تطوير يقول الناس دي هتروح فين. لا انا امبارح اتكلمت على ما جبتش موسيقى تصويريه على فكره، احنا بنخش في صلب الموضوع على طول. هنديك رؤى الحقيقه ان شاء الله. طيب ماشي اوكي. كمان برحب بضيفي الدكتور المستشار احمد البحيري. اهلا بيك محامي، وكمان استاذ المحامي محمد عبد العال خبير حقوقي في التشريعات الاسكانيه. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. بص انا بحب الايجابيه في كل حاجه، ودايما عندي ايمان انه مفيش حاجه ملهاش حل طبعا، بس لو احنا دورنا على الحل، يعني انه الحل موجود بس عايز اللي يدور عليه واللي يلاقيه، واللي الاهم عندنا بقى في بلدنا هنا اللي ينفذه بالظبط. الجهه التنفيذيه دايما عندنا فيها قصور، عافيه شويه في قصور يا فندم. ايه مشكله الجهه التنفيذيه عندنا؟ في امل انها تفوق يعني. يا رب يا رب. طيب رايك ايه في الفقره اللي فاتت بامانه؟ بص يا فندم، يعني لا شك ان قانون يعني العلاقه بين المالك والمستاجر ده موضوع يعني موضوع شائك، كل جانب بيحاول انه بكل السبل انه يحصل على حق يعني على الاخر. طبعا احنا لا شك ان وارثنا موضوع يعني شائك بشكل كبير جدا، كان يجب النهارده يكون في تلاقي الافكار. حتى لو كنا بنتكلم لازم ابدا احنا كلجنه اسكان او كبرلمان لازم نستمع لوجهات النظر. بالطبع في ناس اغنياء ورثت عقد الايجار وعاشت فيه فتره طويله جدا بعقد بقيمه متدنيه، ولكن في نفس الوقت في ناس فقراء ايضا موجودين. هنالك بعض الاطروحات يقول لك لا انا بحل للمستاجر ازاي ان انا من خلال العوائد اقدر النهارده ما ادفعش ايجار لمده معينه وبعد كده ينتقل لوحده ثانيه، دي منظور خاص، ولكن انا شايف الراي الامثل ان احنا بنتكلم في تحسين ايجار، لان طبعا التضخم لا شك ان حصل فيه ان الاسعار بقت ارتفعت بشكل كبير جدا، والقيمه النقديه اللي كانت مقابل الوحده بقت متدنيه. اذا النهارده امامنا حكم محكمه الدستوريه في 2002 نقل عقد الايجار من الاب للابناء او للجيل الاول مش للاحفاد على الاطلاق يعني كده. فده قدامنا احنا حاجه دستوريه عملت الموقف ده. اذا الحل الامثل النهارده عشان اعطي الملك حقه ايضا لازم احسن القيمه الايجاريه، واحسن القيمه الايجاريه بشكل محترم وشكل جيد، بس مش بنفس القيمه الجديده، لان ما ننساش ان البيوت القديمه لها فتره زمنيه طويله جدا اعتراها القدم، حصل لها تاثر مداخلها تختلف. أيوة. عن الابراج الجديده تختلف. عن مناطق الكومباوند لما نتكلم على 6 و7 و10 بنتكلم على اماكن راقيه جدا، اماكن يعني تساوي كثير. فبالتالي بس هقول لحضرتك حاجه، فضلي. يعني في القانون الجديد مش المفروض يبقى فيه حد ادنى وحد اقصى للايجارات؟ طبعا هو الايجار انتوا بتسيبونا برضو للناس شويه فيها جشاعه وطمع. هو الستة والسبعة والثمانية والارقام دي مش موجوده على الاطلاق في السكن العادي، دي موجوده في الاماكن اللي هي فعلا مرتفعه كومباوندز حتت متميزه. لا حضرتك الكومباوندز مش بستة وبسبعة، الكومباوندز اكتر من كده، اكتر من كده. طبعا طب ما اشتري طبعا، ده كده ال 20 قسط يعني. بالظبط. احنا النهارده لما نيجي نتكلم ان في كومباوند ب 6000 و7000 جنيه، لو انا باخد واحده 150 متر يعني برقم مش كبير قوي يعني مش المفروض بقى يكون في حد ادنى وحد اقصى؟ طبعا ما ينفعش. يعني مين يحمي المستهلك او المستاجر عموما؟ مين يحميه غير الحكومه؟ طبعا لازم تحمونا من يعني الجشع والطمع. يعني احنا نعتدي على حريه المالك في ملكه ده وتقولي نحمونا ولا طبعاً. الدوله تقوم بدورها بتوفير مسكن لمحدود الدخل؟ لا يا سياده المستشار اروح اسال يا سياده المستشار. لا طبعا يعني على فكره الموضوع ده وحده وتكلف تكلفه معينه وبيأجر لفتره ما، غير انه بيحصل اهلاك للوحده من الداخل، فبالطبع عايز اعوضه من القيمه الايجاريه. فدي حريه، نسيب اللي جرى ب 9 و10 وروح لي ب 2 و3. هو في فرق احنا بنناقش المشكله في اطار حق المالك ولا بنناقش مشكله في اطار رؤيه للتشريعات الاسكانيه والسياسه الاسكانيه في مصر؟ ده المساله تختلف. لو بنتكلم عن حق المالك فالمالك اخذ حقه يعني مقدما لاسباب كتيره بما فيها في الايجار القديم. انا بتكلم على العلاقه بين المالك والمستاجر. انا بتكلم عشان كده انا عايز افهم ازاي احنا بنتكلم هنا على ايه؟ انه في حزمه من التشريعات الاسكانيه زي ما تفضل
انا عايز اعرف النائب. بس المالك اخذ حقه مقدما ازاي؟ بس هكملك عشان الاستاذه بس تستعجلش. ما انا عايز اعرف انا كمان حقه ازاي؟ انا عايز اعرف حقه ازاي دلوقتي؟ اي حد عنده ملك اي حد عنده ملك لو هو مش مأجره من زمان كسب فيه وكسب وكسب وكسب. بص حضرتك تمام، لكن اللي مأجر ده خد حقه ازاي؟ ما انا هقول لحضرتك. بص حضرتك، انت لما تفضلتي وقلتي انه احمونا، وده كان ملخص جيد جدا لفكره انه في سياسات اسكانيه عبر عقود متوارثه مع خلل في التشريعات ادى لهذه الازمه. النهارده لما اجي احلها على طرف وحيد اسمه المستاجر، يعني احمل المستاجر كل هذا. وقد حصل ان انا حملت المستاجر زي ما تفضلت في الايجار الجديد. ايه معيار تحديد القيم الايجاريه المغالاه فيها؟ مفيش معيار، لانه الدوله حطت المستاجر في القانون الجديد على طبق كذبيحه على طبق من فضه المالك. يحدد المده. هي ايه السلعه اللي موجوده فيها تسعير جبري يا ست الكل؟ بقى عشان تعرف ايه السلعه اللي موجوده فيها تسعير جبري لما حد معلش هو عرض وطلب بس برضه بس لا لا مش عرض وطلب بس برضه ما انا بتكلم على القانون الجديد. يعني انت حضرتك لو دخلت تفطري او تتغدي في اي مطعم لما حضرتك وقال لك الساندوتش دوت ب 600 جنيه هتقولوا لا الحكومه تتدخل تخفضه 300 جنيه؟ لا طبعا. ايوه لازم نحط له، لازم يبقى فيه لازم يبقى فيه رقيب. لا لا لازم يبقى فيه رقيب عليه ما يسرقنيش. ما ينفعش ما فيش سرقه. ما يسرقنيش. لا دي سرقه. طيب بتقولي سندوتش ب 600 جنيه دي سرقه. لا مش سرقه. في واحد تاني بالنسبه له السندوتش ب 600 جنيه ده رخيص جدا. اولا ده قياس مع الفرق. في واحد طبعا زي اللي بياخد المترو ب 6000 جنيه و 10000 جنيه. استاذ احمد ده قياس مع الفرق اللي انت بتقوله ده اصلا، يعني اسمح لي تصحيح للمساله. انا بتكلم في العموم. انا ما بتكلمش على الناس الاغنياء قوي. انا بتكلم حضرتك ما تكلمنيش في مطعم في اوتيل في مش عارف ما بتكلمش في مطاعم العاديه. يبقى انا بتكلم مش كده وبس. انا بتكلم النهارده في مبدا ان مفيش تسعير جبري لاي سلعه. اشمعنى سلعه الاسكان اللي عايزين تسعروها؟ مين قال ان مفيش تسعير جبري؟ قولي لي كده. هات لي محمد بيه هو موجود معانا وحضرتك يعني موجود. يعني الاكل مثلا هات لي فيه تسعيره جبريه الفراخ اللحوم طبعا. قولي لي كده. هو مفيش تسعير جبري طبعا لان احنا اليات السوق الحر. ما دي مشكله. ما عشان كده احنا بنتكلم. لا يجوز التسعير الجبري، ولكن في حاجه اليات تدخل الدوله بقى ثواني عشان تخفض السعر. اليات العرض والطلب هي بتحدد السعر. احنا حضرتك احيانا الناس بتتخيل ان الاسعار مثلا الوحدات غاليه، لكن هي مش غاليه ليه؟ ان مكون الارض نفسه غالي، مكون الحديد والاسمنت اللي هو بيبني الوحده بيبقى غالي، بيجي يحسب هامش ربح طبقا للبيع والشراء. يعني انا النهارده قلت سعر المتر 7000 جنيه، لقيت فيه ركود عندي وهل هيعدي سنه واتنين ومش قادر ابيع الوحده، ممكن تلاقيني نزلت 500 جنيه رغم انه يعتري زياده تاني العقار، عايز على اساس يحصل معدل دوران ولو قل هامش الربحيه من 50% ل 20 30% ويبدا يحصل معدل دوران. كتير يا سياده النائب. ده الالات العرض والطلب. لا هو سبب الموضوع ده كله ارتفاع الاسعار لا شك ان التضخم نشا بسبب قرار التعويم، لان نتج عنه ان اسعار مكونات البناء زادت بنسبه 200%. الحديد ارتفع من 4000 او 5000 لحوالي 12000 13000 جنيه. الاسمنت ارتفع من 300 جنيه. الناس هتجيب منين يا سياده النائب؟ طبعا لا شك. هل المرتبات زادت؟ الدولة هنا ليها دور. قصاد التضخم ده هل المرتبات عاليه؟ هنا بدأ الدولة كلها دور. 10% في حضرتك يا فندم بقى الاسكال الاجتماعي، وحدة كاملة التشطيب من 90 متر، احنا كانت آخر حاجة القرعة التاسعة ب 184000 بيدفع 20% 37000 والباقي على 20 سنة. طب يا محمد بيه شو قال الإيجار اللي حضرتكوا طرحينه الحكومة؟ أنا هكمل فكرة تدخل الدولة لحال زكي. حتى الإسكان اللي بتكلم عليه حضرتك اللي ب 6000 جنيه برضه فيه تقسيط، وده إسكان متميز زيه زي الإسكان الفاخر، بيكون كامل التشطيب ما بيكونش محارة وحلوق، برضه فيه تقسيط لمدة معينة. معلش العقارات من بره بيبقى شكلها حلو وكويس. مش ما هو كامل. أنت حضرتك الكومباوند دلوقتي بتوصل فيه يعني الحي راقي بتوصل فيه المتر ب 6000 جنيه، ما يكون عندي الاسكان الاجتماعي ب 6000 جنيه برضه. ده الاسكان الاجتماعي ده اسكان الطبقه فوق المتوسطه، الاسكان الاجتماعي يا فندم اخر سقفه في حدود 250000 جنيه، اخر سقف ليه، وفي حاجه كمان لغير القادرين عاملين حاجه اسمها الايجار. 250000 جنيه لكام متر يا فندم؟ ال 120 متر مكمله التشطيب. وبعد كده مش 250 مدفوعه، ده 250 متقسطه بتدفعي منها 50000 جنيه وتقسطي الباقي على 20 سنه. حضرتك قلنا عن الاسكان بتاع محدود الدخل بالطبع. بس كل اللي على فكره تقدم بقرعه محدود الدخل، كل اللي بيتقدم بقرعه بيحتفظ بمقدمه ويفضل ليه حق ليه تاني طالما تنطبق على الشروط ان هو سنه لم يتجاوز السن المعين انه حضرتك يستحق. فبالتالي بيحصل وحده، الدوله نشات 265 وحده وفي نهايه 2019 500000 وحده، وبنهايه ولايه السيد الرئيس هيبقى في 1,100,000 وحده، رقم كبير جدا ما حصلش في تاريخ مصر انشائيا بالنسبه للاسكان الاجتماعي. طيب عملوا حاجه اسمها الايجار. الايجار كمان واحد غير قادر. أيوة. الوحده ب 325 جنيه ده لمين يا فندم؟ محدده لسبع سنوات الغير قادر. وحده محدده بكام سنه يا فندم؟ 7 سنين. ده الحكومه اللي عاملاها للمواطن الغلبان 375 305 325 ثلاث وحدات 325 250 جنيه بالظبط. تمام. او انا عايز اتساوى
باللي عاملاه الدوله المحدود الدخل. طيب هو عايز اقل شقه موجوده عندي كده اذا كانت الدوله اللي بتكفل المواطن الغلبان منزل لهم شقه 300 جنيه. انا عايز اريحك انا حاجه بس، انا موجود بينكم كطرف وثق تماما على فكره، ليس في جانب الاتجاه. لا اكيد طبعا اكيد طبعا. لا كطرف مشترك بين الاثنين يعني كده. هو ما بيرجحش جانب عن جانب. ما بيرجحش جه على جه، اذا كان الاستاذ محمد بيمثل المستاجرين، اذا كان الاستاذ احمد بيمثل الملاك، احنا دائما ابدا بنتحدث عن تحسين الايجار. اما حته تحرير العلاقه اللي هو فيها استناد ان حرر العلاقه وان العائد اللي هيعود منه من الضريبه المتوقعه خلال الخمس ست سنوات اللي عايزين نحددوها بمده معينه هيعود بالنفع ونرجع نبني وحدات للناس دي، على الاطلاق الكلام ده لازم ابدا يكون في بعد اجتماعي. البعد الاجتماعي ان هيؤدي لخلخله ويؤدي الكره ما بين المستاجر وما بين البالك او بين الطرفين بيتمنوا لبعض الموت. فبالتالي يجب النهارده ان الدوله تتدخل بحل جيد جدا طبعًا. من خلال تشريع جيد يلاقي قبول لدى الطرفين. قبول الطرفين ان انا بحسن القيمه الايجاريه، ما يقولش الشقه ال 200 متر اللي ساكن فيها الراجل الطيب في الدق ده ب 5 جنيه. لا لا، انا اقول الشقه زي كده، الشقه دي قيمتها العادله ليها، وليكن خلال تدرج زمني تصل الى 30 40% 50% من القيمه الايجاريه طبعًا. السائده للمنطقه. ولازم لحد التدرج الزمني ده تكون ايجار ذات ثاني يا محمد بيه. ما فندم تدرج زمني، ما انت شغال، ما تنساش انك انت العقار لا كنت بتعمل له صيانه، كنت هدفك يقع، ولا كنت بتعمل له اي حاجه طوال الفتره دي كلها. يا باشا اعمل له صيانه على مين؟ ال 5 جنيه اللي باخدها في الشقه؟ الشقه في الزمالك بحرام بتبقى الحاجه. هل انت معانا في تحسين ايجار ونقعد على طاوله مشتركه جميعا؟ طبعا طبعا. بعيد عن حته التحرير، ان انا احل العقد، ان انا العقد سنه معينه نلجا فيه لما قالت لي المحكمه الدستوريه انه يمتد للجيل الاول وتنتهي عند هذا الامر. اذا كان هذا الامر اذا الموضوع حل تماما من جذوره. شيء جميل، انت معايا النهارده. رد عليا اذا كان هذا الامر تماما. انا معاك يا باشا، خلص كلام. انا عايزه وعايزه اسمع كلام النهارده. عن نقطه بس النهارده، يا سياده المستشار، انا عايزه اسمع الاستاذ محمد. هو بس انا كان بدايه ازاي الملك خد حقه. وانا ما بحبش المقاطعه لانه دي ما بتاديش لحاجه. طب ماشي، الطريقه دي مش هتجيب نتيجه. الطريقه دي فكره الصوت العالي ونرجع نتكلم على سندوتش ب 600 جنيه ده تصريح يعني. طب خلينا نقول بس المالك خد حقه ازاي. انت بتتكلمي النهارده عن مقارنات لا تجوز. بمعنى ان انا اولا كل الدعوه لتعديل قانون الايجارات دي مبنيه على مغالطات تكاد تصل الى حد الاكاذيب. اللي هي اولها ان القانون الايجار القديم ده قانون اشتراك، وده مش صحيح. ده قانون صدر سنه 77 في ظل انفتاح السادات، وقانون صدر في سنه 81، يبقى ازاي بنتكلم عن قانون اشتراكي؟ طب ليه الدوله حطت هذه القيود يا محمد بيه؟ لان تجارب الدوله مع الملاك فيها طمع في استغلال الظروف اللي بيمر بيها الوطن. عارفه حضرتك اول قانون او اول قرار تدخلت الدوله فيه لضبط العلاقه بين الملك والمستاجر كان امتى؟ 1921، يعني اثناء الحرب العالميه الاولى. ليه؟ لانه الدوله لاحظت انه في ظل ظروف الحرب اللي بتمر بيها الدوله في استغلال من الملاك لطرد السكان وزياده القيمه الايجاريه، فتدخلت بامتداد العقود لمده وصلت الى 1925. اذا الدوله في علاقتها مع المالك، وده امر طبيعي انه اي حد عايز يستفيد من ملكه. فاستمرت، فلما جت تشرع قانون دائم للعلاقه ما بين الملك والمستاجر اللي هو القانون القديم، فعملت القيود دي. الاكذوبه الثانيه بقى انه القانون ده ما تعدلش من 60 سنه، مش صحيح. لا، القانون ده تعدل لاكثر من 22 مره. بمعنى بتخفيض الاجر. ما تقاطعنيش، اسمع بقى عشان الناس تستفيد. اتفضل يا زعيم، حضرتك بس انا من 95 عايز اوصل الملك خد حقه ازاي. ما انا هقول لك، من 95 تدخلت المحكمه الدستوريه باكثر من 22 حكم لتخفيض القيود الموجوده في قانون الايجار، وابقت على ضمانتين فقط للمستاجر اللي هو الاجره المحدوده، وهي في حيثياتها بررت، وهو ده الاجابه على سؤال حضرتك الملك خد حقه ازاي. في المحكمه الدستوريه لما عملت الضمانه بتاعت الامتداد لجيل واحد وعملت الضمانه في تحديد القيم الايجاريه، كانت في عناصر في العلاقه اللي هي في مقدم او خلو اللي هو الملاك ما بيحبوش يسمعوها، مقدم دفع، وبالتالي المستاجر دفع ما ينتفع به مقدما. بمعنى في التضخم وفي القيم الشرائيه للجنيه المصري، الناس اللي دفعت خلوات 300 و1000 و200 و500 في قيمتها كانت تمثل قيم اقتصاديه للمالك، بدليل ان المالك بعد 77 يعني في ظل القانون اللي بيقيده اقدم على العقد برضاه. ليه؟ لانه كان بيمثل له قيمه اقتصاديه سواء من حيث المقدم او من حيث القيمه الايجاريه. انا النهارده لما اجي اقول اصل الاجره 10 جنيه،
واجيبها من نهايه المساله ده يبقى فيه خطا. ليه؟ لانه انا حضرتك عايز تجيب يعني المقدم اللي هم دفعوه قبل كده، بس هل ده بي 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 بيسوى ثمن الشقه؟ انا هقول لك، ما انا هقول هل ده بيسوى ثمن الشقه؟ حضرتك كمان كمان الدوله اللي بيتكلموا عليها دلوقتي انها تتدخل، هي تدخلت بالفعل وساعدت الملك على البنى فيما يتعلق بدعمه في مواد البناء، وده كان موجود في القانون. ده كان بيع بالسعر الرسمي وليس دعم. انه لما تيجي تبني اكثر من 4 وحدات عشان تساعده على الايجار، كانت بتدي له مواد البناء من حديد تسليح او اسمنت بشكل مدعم. اذا طول ما احنا بنطرح معطيات مغالطه هنوصل لنتيجه كارثيه. وده تمثل في ايه؟ ان الدوله حطت الايجار الجديد اللي انا بسميه جريمه في حق الشعب المصري، لانه 70% 70% من المواطنين في مصر ليس لديهم سبيل للحصول على حق في السكن الا الايجار. فمع السياسات اللي حضرتك اتكلمت عليها واللي اكدها محمد بيه النائب، انه السياسات اتجهت لفكره البنى، مش بس البنى وخلاص، لا ده البنى فوق الاقتصادي اللي يفوق قدرات المواطنين زي الكومباوند وما الى ذلك. وبالتالي ده خلف عندنا 10 مليون وحده فارغه، فبقى عندي سكان زي ما بيقولوا مساكن فاضيه وعندي ازمه اسكانيه مفتعله. لما نيجي نحلها يا سياده النائب، لما تروح الكومباوند تقول هي الناس كلها بتجيب الفلوس دي منين؟ بالظبط، الناس كلها بتشتري وبتسكن. يبقى انا تروح المساكن تقول ده على فكره معدل التداول ما في الكومباوند ده الناس كتير برضه هو الاعلى حاليا دلوقتي، لان دي الطبقه الفقيره بالفعل هي اللي بتتحرك، والطبقه الوسطى النهارده بدات تبعد مثلا عن مناطق التجمع النهارده والاماكن ده، الاسعار قربت من الكومباوندز يعني. فهو بدا النهارده يقول لك انا بدل اشتري بره ابقى جوه كومباوندز، لان الكومباوندز دي خدمات يفضل ان هو يبقى جوه، وخاصه موضوع التقسيط. بالظبط، التقسيط سهل، حتى لو بيسلم بعد سنه واثنين وثلاثه النهارده في جزء كبير من المصريين اتحرك للخارج فبدا يشتري يعني. بس يبقى ال 70% هيخسرها. يا بيه ما انت عندك محمد بسمعيل بيقول لك في شقق تبع الدوله لمحدود الدخل، هو لازم انا اللي اسكنك على حسابي؟ لا، بتقدم في الدوله تسكنك؟ عيب لما تقول تسكنك على حسابي. امال ما انت اللي بتقوله. هو مطبق عليه الشروط يعني محاربي ليه؟ لان حضرتك الراجل اللي قاعد في الشقه غالبا سنه تجاوز السن اللي يحق ليه النهارده يشتري واحده ويفضل لغايه الحد الاقصى 60 سنه في مده سداد 15 سنه، يعني الحد الاقصى سنه 45. اغلب الموجودين هتلقى نسبه كبيره جدا منهم على المعاش. طيب انا بتعهد على الهواء مباشره اللي فوق 60 سنه هيقعد في شقته مش هيدفع ولا مليم. لا، هو تعهد يا فندم لتحسين الايجار. بص حضرتك، انا بقول لحضرتك، بص حضرتك يا فندم، انا في حاجه، في حكم محكمه دستوريه انا عارف. بص حضرتك، انا للاسف شديد انا على فكره ما كنتش عايز اجي احضر الحلقه العلاقه بين الملك والمستاجر. لا تتخيلي حجم الاسلوب اللي بيخرج من كافه الاطراف، يعني للاسف شديد يعني غير مناسب، لان في اصحاب مصالح. بالظبط، يعني انت هتشوف الهجوم عليك شرس جدا بعد الحلقه دي. لا بس خلي بالك، انا عايزين نطلع احنا هنا منطقه محايده. احنا ولا احنا مع المالك لا ولا احنا مع المستاجر. لو اي كلمه لم تتوافق والرغبات ولم تتوافق والرغبات لا ما انا فاهمه، انا فاهمه. انا ولا ضد المالك ولا ضد المستاجر، انا عايزه المصلحه للجميع. انا عايزه، لكن اللي انا شفته بعيني انه في ملاك كتير جدا يملك عقار بملايين وما فيش في جيبه 5 جنيه. بالظبط، فاهم قصدي ازاي؟ وشفت مستاجر، وشفت مستاجر حالته صعبه، بنتعاطف معاه. مستاجر غني، وفي مستاجرين اغنياء. بالظبط، يعني معاهم فلوس ان انت تقدر تروح تاجر قانون جديد او ان انت تروح تشتري كمان. بس ولكن هو بيبقى متعلقين بايه؟ بيتهم، ذكرياتهم، حياتهم. هي الذكريات دي ما بتجيش غير في شقه ب 5 جنيه. الذكريات دي ما بتتوجدش في الشقه ب 5 جنيه بالنسبه لواحد واخد ايجار جديد او حاجه. الذكريات ما بتتوجدش. لا 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 لا، ورجعت ورا كده يا سيدي. ايه ده؟ ده هنا مجموعه عكسي. محمد النهارده هيقول الفضل. فاحنا انا بس اكمل، انا عايز بس استاذنك ارد على كلام محمد دي، اكمل الفكره عشان توضح. طب انا بس هو عايز يرد كده متحيزين للمستاجرين. والله وجهه نظر عشان لسه طلع ارجوك صدقني. بس انا عايز بس اسمع رده على الحاجات اللي حضرتك قلتها. ما انا هكمل فكره. اسمع رده بس، نسمع رده. طبعا رد حضرتك انه المالك خد حق. انا من هذا المنطلق عايز اقول بقى ان احنا نسيب قناه السويس السفن تعدي فيها ببلاش. ما احنا لمينا حق قناه السويس، والراجل اللي جبنا له تاكس ابيض كل قياساتك يا باشا. سيبنا خلاص، ما تقاطعنيش بقى. طب ما تقاطعنيش بعد اذنك، سيبنا خلاص. ما ده بيعمل خلل في الفيلم. هشوف عنده بيقاطعنا اهو تاني ويرجع يزعل. سيبنا خلص. طب سيبنا خلص وبعدين يبقى رد. يعني يا استاذ محمد سيبنا خلص. يا ابو 600 اقوم اروح اطلع. انا عايز اسمع. انا عايز اسمع. سيبنا خلص كلام عشان تبقى الحجه واضحه جدا. سيبه يقول كلامه. بس خلي بالك، هو كل حاجه بيقولها يتحسب عليه، وبعدين شكله بياخد اواطي بفلوس كتير. خلي بالك، لا ربنا يا رب. السندوتش ب 600 جنيه كل حاجه قالها هتحسب عليه.
تابع شقه ب 10 جنيه. انا بس عايز محمد جه يكمل جزء اساسي. يبقى انا النهارده مفيش مشروع محدد جوه اللي جاب سواق التاكس الابيض. لا سيبه يتكلم انا عايز بعدين ارد. دي مهمه دي مهمه يا باشا. خلص كلامي بعد الرد اسمعوا بس انه محمد شو برضه تقولها. حاضر حاضر. هل في مشروع محدد؟ لا حاليا داخل لجنه مر دور الانقاذ الثالث حاليا ولم يطرح حتى الان علينا اي قوانين تتعلق بتحرير العلاقه بين الملك. اذا كل ما يقال عن بعض النواب ليس سوى وجهات نظر. هي وجهه نظر واخد بال حضرتك. يعني لا. يعني مفيش قوانين. هو القانون بالنسبه لك وجهه نظر هتحسم العلاقه ما بين الناس. انا عايز اسال سؤال بس يا محمد بيه. حاجه انا على فكره ارد عليك مرارا وتكرارا. على فكره كنت في حلقات قلت يا جماعه اذا اردنا بالقانون ده يخرج للنور دون احداث اي خلخله داخل المجتمع لابد ان تكون هناك حلقات مطوله ومستمعه وليس فقط على الاعلام. تكون في لجنه الاسكان. ياتي ممثلين. وياريت نحضرها. ياتي ممثلين. تشرفونا يا فندم ان شاء الله. ياتي ممثلين للمستاجرين وممثلين للملاك. نصل الى نقطه يعني وسط لان حتى ربنا قال وجعلناكم امه وسطا. ما حدش يدور على الصالح العام ككل ان انا اخد الصالح الخاص بيك كل دون الاستفاده. يعني انا حتى في اكتر من مره اتكلمت على حته تحسين الايجار عشان ما نتكلمش على 5 جنيه و10 جنيه او انتفاعه بالوحده الملك خلاص خد حقه. لا على الاطلاق انا عندي ملك فطالما انا موجود واحيا لي حقي ان انا استفيد بزياده الايجاريه. انا اللي عامله. شوف انا بقول لحضرتك حق استفيد بالقيمه الايجاريه. ولكن انا عندي حاجه تحفظ اسر والدهم توفى. يعني بفرض على سبيل المثال كان اب دفع عفوا سوي عشان حته الخلو بيزعلوا منها دفع خلو وجي بعد ما دفع خلو او شقه وضبها شطبها وعمل سيراميك وعمل شغل بتاع بعد شهر او اتنين توفاه ربنا. ارجع اقول للمستاجر الاساسي توفى خلاص اطرد المستاجر. يا باشا العقود اللي بكلمك فيها من سنه 20 وسنه 40 اذا من اخر 96 يا فندم. يعني اخر حاجه اذا النهارده في حاجه انتقلت وفي جيل موجود. نبدا نحسن حاجه لو احنا عايزين نتكلم الشقق المغلقه نتكلم فيها. لو رفعنا القيمه الايجاريه اللي هي عادله الشخص اللي هو عنده قافل الوحده عشان بيدفع له 7 8 جنيه طبيعي هيتخلى عنها. لو قلنا الناس دي اللي عندها قصور وعندها اماكن من هيئه المجتمعات العمرانيه واخد فيلات وساكن فيها او عنده حاجه في الساحل الشمالي او عنده حاجه زي كده نبدا نقول للراجل ده لا كده كفايه انت عندك انت ليه واحده واثنين ثلاثه نتدخل. طب ما احنا متفقين في ده يا محمد بيه. لكن في اقرار ذمه ماليه في ناس بالفعل موجوده قدراتها الماليه لا تستطيع على دماغي من فوق وما عنديش اشكال ان برضه في مجموعه من الملاك باعت بيوتها بسبب ضعف القيمه الايجاريه باسعار متدنيه وفي مجموعه جديده اشترت عايزه تهد البيت وتبني الملاك الجدد. جدد الملاك الجدد حتى انا بعمل قانون على فكره حتى انا بعمل قانون لازم ايضا الشراء الذي تم بسبب ان هنالك قيمه منخفضه للايجار فاشترى البيت بسعر منخفض وهو اللي هيستفيد استفاده مطلقه. لازم ارجع تاني للاصيل وارجع افيده. ما ارجعش النهارده لنفس المجموعه اشترت في الاخر اللي هو اشترى من 3 4 سنين عشان يستفيد بقى الملاك الاساسيين اللي كانوا فقراء ولا زي الفقراء. بس عايز اقول لحضرتك حاجه. انا ما ردتش وانت كنت تبع المستاجرين كلكم. المستاجرين اللي هم حالتهم ما تسمحش ان هم ياخدوا مكان تاني. لو المالك الجديد هيستفيد يلتزم عرض يعني. عليهم مثلا مبلغ معين او وحده اخرى يا فندم احنا بنخليها قاعد ما يمشيش. ايه المشكله؟ هو ده الصح مفيش اشكال. بس ليونه في التعامل يبقى في يا فندم هنا في وحده احنا بنقول هو حتى لو مش عايز يسيب يخليه قاعد. المشكله بقى ان احنا عايزين نرجع للقانون عشان كده ولا كده. انت فاضل لك 3 4 سنين وماشي عاجبك ال 5000 دول ولا 10000 ولا تتكل على الله. الراجل ياخد ال 5 6 ما هيقعدش بيهم في شقه شهر واحد اللي بنتكلم عليه القيمه اللي هي الايجار الجديده. اذا النهارده انا وانا بتكلم انا راجل البيت ده اللي هو مثلا موجود في منطقه راقيه او منطقه عاليه جدا بعد فتره ما بمجرد يزال الارض نفسها هتعمل بومج هتعلى سعرها بشكل كبير جدا. ايه المانع النهارده نحدد حتى قيم لو انت فعلا عايز تستفيد بالاصل نحدد قيم معينه للناس اللي قاعده ايجارات الناس تستفيد تسكن في اماكن ثانيه وانت ترجع تستفيد. لكن عايز وحدك لا ما ينفعش. لازم يكون في عداله بين الاطراف كلها. بالظبط. انا عايز اتكلم يعني انا كده ما رضيتش. ظاهره كل ده هيتنفذ امتى؟ ظاهره ظاهره مستمره بقى لها سنوات. ثانيه يا استاذ محمد. انا كده ما رضيتش. كل ده هيتنفذ امتى يا استاذ؟ ده يعني ان شاء الله تعالى. كله ان شاء الله تعالى. لو اتفقنا على نقطه سواء انا المشكله للاسف شديد وانا بكلمك وكاني بتحدث باسم مجلس النواب ومش عايز اتحدث باسم مجلس النواب ككل. بتحدث عن وجهه نظر الشخصيه اللي هي تكون لا تحدث اي شر في المجتمع ولا اي خلخله ولا اي كره ينتج عنها ازمات بالفعل بين ابناء الشعب المصري اللي هم في رباط يوم الدين. لازم ابدا ممثلي الملاك ومثلين المستاجرين يكون متفق عليهم من الرابطه والرابطه نقعد لجلسات ونفصح للمجتمع من خلال وجود الاعلام ان احنا دراساتنا بدات تصل لكذا الى كذا الى كذا في ظل المحددات الدستوريه والقانونيه حتى لا نتجاوزها. ان الدستور ايه المفروض المحددات ليه وايه المحددات القانونيه ايه اللي لا نستطيع تجاوزها. وصلنا الى نتيجه ايجابيه. ما حدش هيطلع في الايجار يقول لك انا بدفع 5 جنيه. ما فيش مستاجر النهارده نقدر نقول له لا ده انت عندك وحده مغلقه النهارده قافله. لا المغلقه خلاص يبقى انت مش منتفع بيها. سيب المالك ينتفع بوحدته. حققنا رؤيه وافكار وحققنا تحريك
للرماد الراكدة بحيث ان كل ده مش بيحصل يا سياده النادي. اللي بيحصل بقى ان انا الطرفين موجودين قدامي، ان المالك يحتاج الى تحرير العلاقه تماما، وان المستاجر يحتاج الى على فكره انا ما كلمتش خالص تماما. طيب اتفضل. انا ما كلمتش خالص وانا كملت وجهه نظري تماما. اتفضل. كمل وجهه نظرك. طبعا قلنا الكلام اللي قاله الاستاذ محمد غير صحيح تماما، وضربنا مثال بقناه السويس. لا الاستاذ محمد طيب استاذ محمد عبد العال، وضربت مثل بالتاكسي الابيض اللي الحكومه اديته له. ما حدث للملك لم يكن دعما انما كان يا باشا. هو على فكره ما قطعش حضرتك. لا انا عايزين نسمعه. هو لو ما قدر يقول لي كان الكلام غير صحيح. انا سبت اتكلم قلت له ما قاطعنيش. ما يقولش كلام غير صحيح. اتفضل حضرتك. اتفضل يا سياده المستشار. يبقى النهارده التاكسي الابيض دوت اللي جابته الحكومه للراجل التاكس، اول ما يجيب ثمن التاكسي يشغله ببلاش، يوصل الناس ببلاش، او التسهيلات اللي بنقدمها للمستثمرين بره، ندخل شركه مع المستثمرين. فطبعا كون الملك حصل على حقه ده كلام فارغ ليس له اساس من الصحه. ده رقم واحد. رقم اثنين، استاذ محمد بيقول ان الراجل اجر سنه 77 اجر بمزاجه وبمحض ارادته. الكلام ده غير صحيح يا فندم. لا صحيح. ما سيبنا اتكلم بقى اقول بالقانون. ما تقولش غير صحيح. طب انا اسمعه. طيب حضرتك ممكن تعقب بعد كده. اتفضل. شوف يا فندم، الماده 8 من القانون 49 لسنه 77 بتقول ايه لحضرتك؟ لا يجوز للشخص ان يحتجز في البلد الواحد اكثر من مسكن دون مقتضى، ولا يجوز ابقاء المساكن المعده للاستغلال خاليه. يا باشا سيبنا خلص بقى بعد اذنك. خاليه يا باشا ما تصلحليش انا، معلش انا صايم معاك امي. سيبنا كلام بعد اذنك. الله يخليك. هو ما قطعكش خالص. يبقى في قواعد لاحترام الحوار. اتفضل اتفضل. خاليه مده تزيد على 4 شهور، يعني في قانون طلع. بلاش صوابعك لما بعد كده مكان. اه طب بلاش الاربعه دول. 4 2 و2. اتفضل. ما ينفعش 4 شهور، يعني انا لو عندي شقه جاهزه للسكن ما اقدرش اسيبها 4 شهور، لازم اسكنها. ليه يا فندم؟ لان القانون مدي وفي هذه الحالة ان انا بقى ما رضاش اسكن، يجوز للمحافظ المختص التنبيه على المالك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لاعداد البناء للاستغلال في المهلة التي يحددها له، فاذا انقضت هذه المهلة دون ذلك كان للمحافظ ان يؤجرها هو بنفسه. محافظ يأجر شقتي غصب عني، يبقى انا كنت بأجر غصب عني مش بإرادتي. صحيح. ده رقم 2. شو برضه ثواني يا استاذ محمد، رد عليه محمد على طريقه ولا تقربه استاذ محمد. هو قصه حريته قانونيا، فخليك رد عليه قانونيا. يعني المقدم واللي اتدفع والكلام ده كله كلام فارغ، لان كان المقدم اللي بياخد خليه ورجل كان مجرم. يبقى انا النهارده عندي لما يبقى في مستاجر يقول انا دفعت خليه ورجل ده المفروض يعاقب، والملاك على فكره كانوا بيتسجنوا ساعتها. اللي حصل يا فندم كان بيدفع مقدم ايجار، انا بدفع لحضرتك 2000 جنيه 500 جنيه حضرتك بتدفع النص وبخصم النص. التشريعات اللي بتقول اللي جات مسانده للمالك، جمال عبد الناصر يا فندم خفض الاجره 3 مرات 15% لمصلحه مين؟ عندي ماده يا فندم بتقول لا تنتهي عقود الايجار ولو انتهت مدتها، يعني انا عندي عقد ايجار مدته سنه وارتضيت مع حضرتك باجره معينه، انا قلت لحضرتك هاجر عربيتك ب 100 جنيه في اليوم لمده سنه. ينفع بعد كده اقول لك انت خدت حق العربيه؟ ينفع بعد ما مضيت عليا وارتضينا انا وانت ال 100 جنيه تبقى 50 جنيه؟ ينفع السنه تبقى 10 سنين؟ يبقى انت بتكلمني عن اي رضائيه حصلت. طيب وصلت وجهه نظرك. عايزه كلمه اخيره لسياده النادي تطمنا بيها وتطمن الناس بيها بعد اذنك. ان شاء الله تعالى. وحاجات نفسنا نفسنا في نتائج سريعه. انا بس رد سريع على كلمه اللي هو انه كان المحافظ بيلزم لو كان الملك مش عايز ياجر المستاجر كان يستطيع كتابه العقد الايجار لزوجته لابنائه ويتهرب من تلك النقطه، فما كانش عنده اشكاليه على الاطلاق في تلك في نتحايل نتحايل. لكن هو كان على فكره بيجيب كان بيجيب بخور برضه على فكره، وانا على فكره عندنا عمارتين مأجرينهم واخد بالك، كنا بنأجر وبندور عليها ونركب لها بلاط ونفضل نقول امتى حد هيجي يستاجرها وشبابيك، دلوقتي على الطوب على فكره بنقول له اجر واعمل، لان اصبح النهارده في طلب على العقار غير الفتره القديمه اللي هو كانت الناس بالفعل المستاجرين كانوا لسه كلهم في طبيعتهم ما بيدوروش على السكن الايجار، فبالتالي كان الملك كل غرضه الاستفاده بالاستثمار بتاعه. حصل تغير في قيمه الجنيه لا شك ان هو. طيب اخيرا اصلا لازم اختم، انا عايزاك تطمني. انا بطمنك اذا جلسنا على طاوله فيها نوع من الوسطيه ان كل واحد يحصل على حقه في حدود ان هي عندنا ميراث سابق قديم جدا في اشكاليات فعلا متغلغله بين الطرفين هنصل لنتيجه ايجابيه تحقق. انت بقى الاستفاده ممكن دور العقاد اللي جاي ان شاء الله تعالى، لكن انا ما اعرفش، لكن انا بقول احنا ممكن كلام نقدرها. لا انا ما اقدرش اقول لك، يعني انا مش عفوا مش رئيس مجلس النواب وما عنديش الاطروحه دي خالص، ولكن لا شك ان في اكثر من زميل يعني فعلا تقدم بمشروع قانون لم يناقش بعد. ليه؟ لان نخشى ما يحدث قد يحدث هذا القانون من خلخله في المجتمع. يا ريت المشكله دي تتحل قريب، لان حضرتك بتتكلم في عدد كبير جدا من الوحدات ممكن على فكره قانون الوحدات المغلقه تقدم به دكتور الاستاذ دكتور بهاء ابو شوقه، ولا يا ريت بقى اللجنه التشريعيه للوحدات المغلقه السكنيه اللي بتقدمها الدوله تكون يعني يكون اقل في السعر
وتكون القسط يكون اريح، نريح الناس. الوحده يا فندم اللي هي الوحده بتاعت الاسكان الاجتماعي، بس عايزين نفرق بس حاجه، الاسكان الاجتماعي والاسكان فوق المتوسط. الاسكان المتوسط انا بتكلم على الاثنين. الاسكان الاجتماعي 184,000 وحده مدعومه بما يعادل حوالي 75,000 جنيه. معلش نقلل بتتقسط على 20 سنه على الناس. ده في سبق كبير عليها. المقدم نقلله شويه، الاقساط نقللها شويه، نطول الاقساط. نعمل قسط 5 جنيه و10 جنيه زي الايجار القديم كده. لا ما الايجار القديم احنا عايزين نحسن لكم بس مش عايزين عشان الناس تقدر تشتري. هو بص حضرتك يا فندم أكبر للناس. كانت الوحدات في السابق على فكره 63 للاسف الشديد انا لازم الوحدات كانت 63 متر، الوحدات بقت 90 و120 فاختلفت شويه. بس انا ما رديتش على الكلام اللي انا بقوله معايا النهارده، وبشكركم جدا جدا على وجودكم معايا. والله ما عندي وقت، انا رديتش على الكلام اللي انا عايز اطمن الناس بس ان القانون هيطلع دور الانعقاد الجاي ان شاء الله. ما رديتش على الكلام اللي انا عايز اطمن الناس بس ياسر نافر عنده حق. انا بقول لك يا فندم بشكركم جدا على وجودكم معايا النهارده، بكره ان شاء الله هكون موجوده معاكم في نفس الميعاد. لما لحقش يكلمنا النهارده انا بعتذر لكم جدا لان الحلقه كانت مضغوطه. بعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك واشوفكم ان شاء الله. كنت معاكم أميرة بدر، سلام.